مرحبا وأهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن مادة منشورة بمجلة اللطائف المصورة، مجلة حكينا عنها قبل هالمرة، مجلة مصرية أسبوعية، العدد صادر ب 23 شباط عام 1925، عم بيذكر حفل تكريم لشخصية سورية بارزة كانت في يعني تاريخ سوريا، خاصة في المجال التأليف ومجال الأدب. هي الأب لويس شيخو اللي هو أب مسيحي، هو رجل دين مسيحي كلداني من مدينة القامشلي، يعتبر من أعلام فترة أو عصر النهضة بين قوسين العربية إذا صح التعبير، وله مؤلفات عدة بكثير من المجالات. المادة عن تكريم أقيم له، بتقول المادة: هذه صورة الأب لويس شيخو اليسوعي من كبار العلماء العاملين في خدمة العلم والأدب العربي، وقد أقام له أدباء بيروت في أول شباط الجاري حفل تكريم احتفالا بانقضاء 50 عاما عليه في خدمة الأدب العربي. وبيحكوا مين حضر الحفلة ومجريات هذا الحفل، حفل التكريم يعني، مو أكتر من هيك، ولكن فرصة لحتى نعرف بهذه الشخصية. أكثر ما عرف عن الأب لويس شيخو هو معاداته للماسونية، يعني كان هو العدو اللدود للماسونية، وعنده كتاب شهير بهذا الخصوص اسمه السر المصون في شيعة الفرماسون. الحقيقة في معلومات مهمة كتير لكل ما يمكن أن يعتبر من أسرار الماسونية، يعني هو يحاول كشف هذه الحركة وزيفة على حد تعبيره. ف بيحكي عن الدرجات، عن الإشارات المتبادلة، عن الطقوس اللي يتم يعني حتى بالصور، الطقوس التي يعني يتم ممارستها في محافل الماسونية، وثائق كثيرة أيضا يتضمن الكتاب، وبعض يعني الشهادات التي تعطى للأعضاء. الحقيقة هذا الكتاب يعني بالمناسبة، لأن في ناس سألوني عنه، الطبعة الأولى هي عام 1909، في طبعات يعني تقلد الطبعة الأولى أو صدرت بعض الطبعة الأولى، وفي يعني في طبعات طبق الأصل حي، وفي طبعات يعني فيها شيء ناقص. لحتى نعرف أنه إذا كانت طبق الأصل ما أنا ناقصة، أو هي الطبعة الأولى لازم تكون يعني عام 1909 وفيها هذه الأوراق القابلة للطي، يعني إذا ما كانت تضم هذه الأوراق المثبتة في جسم الكتاب، هي أوراق يعني أكبر من حجم ورقة الكتاب أو أوراق الكتاب، ولكن تطوى بهذه الطريقة، فمعناتها الكتاب غير أصلي، أي أنه ليس الطبعة الأولى لهذا الكتاب، يعني هذا على الهامش. الحقيقة أيضا كان في لنا وقفة معه بالقناة نفسها، يعني بتوقع من سنتين، حكينا عن مادة نشرت في مجلة المشرق اللي هو أصدر، هذه هي مجلة المشرق، ناشر مادة عن جولة في الدولة العلوية في العام 1924. نعرف أنه الانتداب الفرنسي قسم المنطقة أو سوريا إلى 4 دول، منها الدولة العلوية، دولة دمشق، دولة حلب، ودولة الدروز. فهو كاتب عن الدولة العلوية تقريبا يعني بحدود 10 صفحات، استعرضناهم في تسجيل سابق، راح أحط لكم الرابط اللي بيحب يشوف ويتذكر الحلقة حول الدولة العلوية من يعني إصدارات مجلة المشرق اللي كان على رأسها موضوعنا اليوم الأب لويس شيخو. بتمنى تكون وجدتوا كل المتعة والفائدة بهالحلقة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.